المقاومات بين ليلة وضحاها الشعب مسلم ولا يستسلم، وكأنه الشعب مسلم، الشعب المسلم ما عندوش حق في الجوستيس سوسيال، وما عندوش حق في الحرية، وما عندوش حق معناتها في الكرامة الإنسانية، وكأنه الشعب المسلم ليس له حق في هذا. هذا شكون اللي عامله؟ انتوما اللي بدل اللي ببعتونا على المسار الصحيح نتاع الثورة هذه، ومن بعد تواجي أوكي نحامي على حقوقكم وحرياتكم لأنه برشا قاعدين تعذبوا اليوم، لكن سياسيا ليه 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 سياسيا ما ترجعش تحكم يا معلم. سياسيا السيد اللي خرج لـ 25 جويه وحرك الناس في الشارع منه بديدة اللي توم خلصين وجماعتكم، علاش علاش قيس سعيد عمل وقتها تسكر البرلمان وعمل اللي عامله بالسيد هذا ببجيدة وبعبير وبالكاسكة وبالجماعة اللي خدمت له ويقول لهم شكرا اليوم، شكرا يقولكم هو خدم بيكم. علاش عمل الشيء ذا؟ لأنه عارف أنه ديجا الشعب التونسي فد منكم زيد، دونك عرف أنه ينجم يعمل انقلاب نتاعو. هذا اللي صار، والحق لازم يتقال في البلاد هذي باش نجم نقدمه. دونك يا بديده انت اللي خدم بيك قيس سعيد، راه تو تسكر فمك، اش قاعد عندك اش قاعد عندك حزيب اللي كنتي ولاختك حتى الحركه الحركه 25 جويله طردوكم منه، اش عندك اش عندك؟ وين عندي والماكينه وريك وركبت لهم جماعه النهضه قاعدين يبعثوا 5000 و وال5000 الثانيه اللي تبعثت كيف كيف. تخيل ما يوصلنيش، يوصلني كل شيء، لكن من أجل لماذا هذا الكل؟ فين باش نوصلوا انتوما كي تقفوا مع بجيدة وكي تقفوا مع عاود الآخر ووجه للكركدن والآخر اللي حناك ودرش، وين باش توصلوا؟ باش ترجعوا تحكموا؟ هذاك الهدف؟ أعطيني أنا كي حكمتوا انتوما اش صار في البلاد مثلا؟ تعدي على الحريات، صار تعدي على الحريات، الفساد كان فما فساد، يوسف شاهد كان يبيع في الأراضي التونسية، كان يبيع في الأراضي التونسية، بعتوها لبلاد، بعتوها لبلاد، كان هدفكم جوست البقاء فك الكرسي اللي تبصوا فوقه.